لا ما يلغوا عشان في ناس حتضر. لازم يكون في اختبار ليبين الشاطر من الكسلان. شو العاصي شات البرافه؟ ما نحن هون مدرسه عم ندرس وعنا امتحانات. انا قدمت بس ما بحس انه ما له عازي. باكتو اهم كرمال الجامعه، بس البرافه لشو؟ ابو صعب على طول بعطلنا، بدنا اياه يلغي لنا الشهاده. حيلغوها ولا لا؟ بدنا نعرف حالنا، ندرس ولا ما بندرس؟ سؤال حير عقول الطلاب قبل بشهرين من تقديم امتحانات الشهاده الرسميه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. كل وقت درس 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 ونازلين درس، واخر شيء اخر شيء نجي على المدرسه نطلع هيك الورقه ما فاهم شيء، بنسلمها فاضيه وهيك احسن لنا ولنا، عشان تصليح وما تصليح ونحن نتعب قلبنا بالدرس. هيك بتقطع السجون بسرعه، بنرتاح بالصيفيه. التلاميذ بحاجه انه ياخذوا اكسبيرينس قبل الشهاده البكتو، لانه البكتو بيعزوها، فلازم يروحوا انه يكونوا عارفين. حلو الواحد يكون عنده امتحانات دوليه ويتحمس. بقي لي 4 سنين لصير بالبريفي، وبتمنى انه يصير في وزير منيح ويلغي كل المدرسه من اصلها. صدقني ما عليك انا بحبك كثير، بعرف انك انساني وطول عمره قلبك كبير. تلاميذ بعهد غيرك ياما بالصف جلدوا، عم حبتك يا كبير خليتهم يتوحدوا. قول يلا بكره عطل لقلبي يطير من الفرحه، نحن ولاد هالمدارس ما بيوم تحملنا الصعقه، لهيك املنا فيك لقلبك علينا يحل. قول يلا بكره عطل وخلينا بهالكلمه نجن. نقسمت الاراء بين الغاء شهاده البروفيه وبين ابقائها كمرحله انتقاليه من المتوسط الى الثانوي. وبعد اراء طلاب هيك كانت وجهة نظر الأهالي وطلاب الجامعات لسبق وعاشوا تجربة الشهادة الرسمية. لازم الطالب يتأكدوا أنه إذا هو خارج يطلع على المرحلة الثانوية ولا مش خارج، وبالتالي لأنه في كتير مدارس بيصير في غش وبيصير في أنه رشوة. إذا الواحد يتجه مهني أو أي شيء تاني من البروفي في يطلع، يعني ما بيعود بهم ولا سيكوند ولا باك ولا فيلو. وشهاده البريفي بريفي، والبكالوريا بكالوريا، والجامعه جامعه. اليوم ما في شيء لازم يلتغوا. بيسالوا على شهاده الترمينال او الجامعه، ما حدا بيسال عن شهاده البريفي. يعني بالنهايه انه بكفي نظام قديم وقديش صار لنا ماشيين عليه ونحن تعذبنا، خلي هيدا الجيل ما يتعذب. اذا بيلغوا البكالوريا بكون منيح كمان. حرام هالتلميذ ده اللي يفكر بأول فصل وتاني فصل، بعدين بيجي ليفوت الجامعة يقلطوا خلاص، مثل ما عطوا إفادات بالزمان، صح ولا لا؟